لكن هنالك صفات ثابتة يجب أن تكون في مقدم البرامج وفي مقدم الأخبار. خلينا نبدأ من الثاني القريب على قلوبنا أنا وياك باعتبار بداياتنا مقدمي أخبار. طبعا هناك مقومات احنا نسميها مقومات للمذيع أو مستلزمات ضرورية جدا تتوفر للمذيع، مواصفات بدونها قد يقرأ الأخبار بلغة سليمة جيدة، قد لا يتلكأ، قد يكون حاضر البديهة، ولكن يعني يفتقد بعض الأمور، لأن الأخبار لها يعني متطلبات. نبدأ من المقومات الأساسية لكل مذيع يقرأ بنص، يعني ليس البرامج المنوعة، حتى البرامج المنوعة يحتاج اللغة، نحتاج اللغة السليمة ضرورية، نحتاج الصوت العريض الذي يتناسب مع الأخبار. طبعا هناك مدارس جديدة الآن نراها في الشاشة في القنوات العربية، أصوات ليس لها علاقة في الأخبار ولكن مع هذا مقحمة في الأخبار، تقدم مادة، لأن أصبح الآن المشاهد يريد أن يسمع خبر معلومة، ليس بصدد أن يميز بين هذا المذيع أو ذاك المذيع، ولا يريد أن يتفرج على المذيع حقيقة، بالوقت الذي يجب أن يكون المذيع بالدرجة الأولى هو الذي يسوق نفسه ويسوق المادة التي يقرأها بصوته طبعا وبلغته، بصوته بلغته بثقافته بشكل العام. عندما يحبك المذيع المشاهد أو الجمهور أكيد حيستمع لك، عندما يستمع نعم سيقتنع، حتى لو كان قناعاته مختلفة قد يمكن يراجع نفسه لأنه أحبك نعم واستطعت أن تؤثر به، وهذا جزء من إحنا دائما نقول الإقناع، الإقناع ضروري جدا في إيصال الرسالة الإعلامية. نبرة الصوت نعم، نبرة الصوت تختلف، لازم تختلف أيضا ما بين أن تقرأ خبر حزين خبر مفرح، طريقة الأداء، طريقة الأداء ليس النبرة، يعني طريقة الأداء هذه دائما نقولها ومعروفة لدى الإعلاميين المذيعين بالذات وكل من له يعني علاقة بموضوع الصوت في الممثلين كل من يتدرب على موضوع الإلقاء لها علاقة بالأداء، يجب أن كيف تستطيع أو كيف يمكن لك أن تتعامل أو تؤدي أو تقرأ هذا العمل كما يقف الممثل على المسرح على منصة على ستيج. هذه أفادتك أنت لأنك نعم درست نعم في الأكاديمية المسرح نعم مسرح نعم. كان درسنا فنون فن تربية الصوت والإلقاء وفن الخطابة وكانت مهمة هذه حتى يستطيع الممثل أن يؤدي، عندما يبكي يبكيك، عندما يفرح تفرح، عندما يغضب تعيش، لا تحس بأنه يتكلف ممثل يمثل يعني يتقمص، أنت أيضا مطلوب منك أن تتقمص ولكن ليس بالشكل التمثيلي يعني المسرحي، في الصوت طبعا في الصوت وحتى في لغة الجسد هناك لغة لكن بسيطة، يعني ليس مطلوب منك أن تتحرك كما يتحرك الممثل على المسرح، ولكن تحتاج ربما إيماءة، ربما ابتسامة، ربما حركة في الرأس، ربما إطراقة بسيطة، كل هذه معبرة بحدود معينة تنوه إلى شيء نعم تشير إلى شيء. عندما أتجهم في كلمة أحس بأنه أحسسك بأنه هذه ربما حزينة، ربما فيها شيء ما، فيها شيء من التعجب، فيها تساؤل، فيها يعني بأنها ليست عادية كالكلام الآخر. وطرق قراءة النصوص، يعني كيف تتعامل اليوم مع النصوص حسب اختلافها، حسب المادة، المضمون، المضمون تعطيني خبر، شوف شنو الخبر، بيت شعر، أقرأ بيت شعر، تعطيني خبر إعلان تجاري أتقمص الإعلان التجاري.